فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تأويل الرؤى والإكثار من ذلك والاهتمام به؟ الذي عنده أهلية لتأويل الرؤى يأولها عند الحاجة، عند الحاجة، ما يتخذها حرفة أو يتكسب بها أو يفتح محل أو موقع أو محطة لتعب، هذا لا يجوز، ما يتكسب بها. لكن إذا أعطاه الله معرفة في تأويل الرؤيا واحتيج إلى ذلك لا بأس، وكانت الرؤيا طيبة يأولها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.